ما خديناش من عندكم ولا بعنا لكم صوتنا ب 4000. ما شنا لا رئيس لا رئيس لا والو. غادي يهجن وغادي يخرج يجريسي في خوتنا وفي والدينا. ما فشلوا سنين هذا باش يحطوا شي تصميم لكم لصالح الساكنه. الشفاره راه طحنونا. المشكل اخويا هو اعاده الهيكله. كتشكل اخويا واحد اش نقول لك؟ مشكل كبير بزاف بالنسبه للجهه كامله، من العيايده حتى للحنشه. لحقاش بنادم انت غادي تعطيه غادي تحوله فين هو فين غادي يخدم؟ كان حي صناعي، كانوا مواسم، كانوا سواق، منهم سوق الخميس، سوق بوقنادل، كيشكل واحد النسبه للناس الفقراء. يعني بنادم عنده كيحرك ليه الرواج بالنسبه للجهه. هاد الناس هادو يعني راه كيشوفوا غير الماديات، ما كيشوفوش بنادم راه لعبوا ليه بالاستقرار النفسي قبل من هو مادي. حنا ماشي ضد، حنا معاه، وانما خويا يشوفوا بالنسبه للساكنه، ماشي غير يشوفوا غير هما رؤوسهم. جايين على رزقنا، على بلادنا، ارضنا شاريين بالملك، محفظه متيتره، دايز الواد، دايز الماء، كل شيء، عندنا الماء والضو. عندنا الماء، يلا عندنا الزيز، عندنا كل شيء. خلصين الاوراق. يلا. خرجوا لنا هذا البلان جابوه علقوه، قال لك حي الصناعي. يلا. ما مطبوعش، كي كان عام مطبوع واخا. واش عارف ان عامر ما قاريين شاهد الناس؟ راه كاين اللي ما قاريش ويشوفوا غير هذا البلان. لا كان مطبوع واخا، ما باين لا طبع على والو. يلا. كيقول لك إعادة الهيكلة، قال لك من غير العمارات. واش العمارات عاد جاو عاود البارح؟ عاود البارح جاو العمارات، حيت هذوك ديال شي واحد يهودي، والنيت راه حنا اليهود. يفتحوا لنا على الحدود نخرجوا، لا كانوا بغاو يحطمونا ونخرجوا كاع، يفتحوا لنا على البيبان نهزوا ولادنا، نهزوا كلش، نخليو لهم كلشي هنايا. كنطلبوا جلالة الملك يوقف معنا. يشوفون هاد الحالات جماعة عامر. سلا قنيطرات تل. اش غنقول لك؟ راه الشفاره راه طحنونا، فهمت؟ فهمت؟ راه الشفاره طحنونا، ما شنا لا رئيس لا رئيس لا والو. دابا ما يخرجش عندك. شكون اللي عايشين عندك؟ كنطلبوا لهم دابا، ها هو دابا جا غير الباشا كيرغب ويزاوب. الله يجازيه بخير. ها هو طلع قلنا له عيطنا على الرئيس. غير يصارحونا، غير يصارحونا. اللي كاين يصرحونا به وما بغاوش. يلا احنا منطقه، احنا عامر، السكينه ديال عامر. المشكل اللي تنهضروا عليه دابا حنايا هو التصميم هذا اللي تحط دابا، ماشي في صالح الساكنه بزاف الحوايج. ان هو كاين الناس اللي عندها اراضيها دابا، التصميم هذا هو يعطاهم حي صناعي كامله. المشكل الانسان، المشكل فينا شنو غيدير؟ شنو المشكل دابا باش غادي يفك المشاكل ديالو؟ مثلا السكن ما يبقاش، ازون كلها حي صناعي. الناس كطالب بالتصميم اللي يكون صالح الساكنه. انتي صالح التصميم اللي يكون راعي المراعاه ديال المواطنين اللي ساكنين في هذه المنطقه هذه. وثاني حاجه التصميم دابا راه 20 عام والناس كيتسناوه، محروم من التصميم ما كاينش. جا مرة الأولى والثانية والترفض والثالثة. ملي عاود جا دابا، جا في ظروف ماشي لائقة بالساكنة. هذا ماشي التصميم ديال الهيكلة، هذا التصميم ديال في حي صناعي. كلشي أغلبية ديالو في حي صناعي. فهمتي؟ راه دابا الناس كلها كتعاني من الظروف هذه. دابا المشكل ديالو حي صناعي شنو غيدير؟ أول حاجة البلا تتولي ديالو، هي ماشي ديالو. ها هي ديالو، ولكن ما عندوش حق يتصرف فيها. الا بغا شي رخصه ما يمكنش ليه، حي الصناعي. هذا مشكل اللي كلشي تيعاني منه. خصنا من الرئيسه دابا حد الان، الاعضاء كامل الاغلبيه والمعارضه اللي كنشوفوا حنا رافضين هذا التصميم. هذا عندي رافضين، واخا هما فشلوا سنين هذا باش يحطوا شي تصميم اللي يكون لصالح الساكنه، فشلوا فيه حقا، ولكن حد الان دابا راهم هما رافضين. ورساله اللي كنصيفطوا للاعضاء كاملا هو ما يصوتوش على التصميم، راه ماشي في صالح الساكنه. بس هذا القول الا بقاو غادين على هذا القبال هذا، راهم كيدعموا على الدعاره وكيدعموا
على القرقوبي. لحقاش عباد الله راه مني ما غيلقاش باش يكري لوالديه غادي يهز جنوي غادي يخرج يجريسي في خوتنا وفي والدينا. غادي تولي تخرج الا بغيتي تجيب غير كيلو بصله خاصك تخرج معاك ساموراي ولا شي بيستول. راه هادشي هذا راه ماشي في صالح الساكنه. الله يهديكم المسؤولين. فكروا 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 فكروا. راكم نتوما اللي غادي تشردوا الجهه. راكم نتوما السبب في التشرد ديال الجهه. مني غادي تولي عندنا الدعاره في الجهه ومني غيولي مني غيكثر عندنا القرقوبي راه السبب راه نتوما. الله يهديكم. فكروا فكروا. راه حنايا فاش كنا النوبلوله كندعموكم راه ما خديناش من عندكم ولا بعنا لكم صوتنا ب 4000 ولا 1000 ريال ولا 10000 ولا 100000. راه هادوك اللي باعوا صوتهم راه حتى شي واحد ما بين هنا. دور دور حتى واحد ما بين هنايا.